توقع أن ينظر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في الادعاءات المتعلقة بممارسات خاطئة نسبت إلى عناصر شركة الأمن الخاصة التي كانت تحمل اسم بلاك ووتر في أفغانستان. أتت المراجعة بعد أن أعرب العضو الديمقراطي كارل ليفن عن قلقه من تصرفات عناصر الشركة في أفغانستان، مطالبا بنتاغون بمنع الشركة من التقدم بطلب لنيل صفقة جديدة بمبلغ مليار دولار لتدريب عناصر الشرطة الأفغانية.